ولا انت وهو حد فيكم لابس الشورت بتاع الاصفر؟ انا عن نفسي يا بابا مش لابس حاجه. نعم؟ لا قصدي مش لابس الشورت بتاعك الاصفر يا بابا، انت فهمت ايه؟ وانت يا عم لوقا؟ انا يا بابا انا طفل صغير ومستحيل يعني الشورت الاصفر بتاعك ده يجي على قدي. اه صح عندك حق، بس بقول لكم ايه، الشورت الاصفر ده كان في الشاليه ومفيش غيرنا اللي كان في الشاليه، راح فين بقى الشورت ده؟ هتلاقيه يا بابا على المنشر الغسيل اللي قدام الشاليه، او ممكن تلاقيه في قلب الشاليه، هيروح فين يعني؟ ولا هنا ولا هنا، انا قلبت عليه الدنيا كلها، مش لاقي له اي اثر، اختفى فين ده معرفش. اوعى يكون اللي في بالي، ده هيكون فيها دمار شامل على الساحل كله. قصدك يعني ان هو اتسرق؟ اكيد، ما هو مفيش غير كده. مفيش الا احنا اللي في الشاليه واحنا ما شفناش اي حاجه، يبقى اكيد اتسرق. طب انتوا هتعملوا ايه كده بقى؟ اسكتوا، ابوكم الشرط الاصفر بتاعه اتسرق، هتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ ما تشغلش بالك بيها بقى خلاص يا بابا، انت وراك رجاله، روح استمتع وسيبنا احنا ندلع. علشان احنا ما يتعلمش علينا في الساحل، ده احنا نعلم على بلد. مصلحه ولا مروحه موزه؟ احسن، الله اكبر. ولا انت وهو، بقول لكم ايه، شوفوا انتوا بتعملوا ايه كده وانا جاي لكم. واتس يور نيم؟ ما تشوف حل يا عم انت وبابا ده، شوف في حل، ده احنا من ساعه ما جينا الساحل هنا وهو مش ساب اي حد في حاله. شوف يا عم انت بقى شغل مراك الله بيعمله ده. يا عم انت بقول لك ايه، سيبك منه، ده وراثه في العيله، انت ما تشوفش جدك بيعمل ايه. المهم دلوقتي خلينا في خطتنا، هنعمل ايه كده؟ هنقلب الساحل كله، شاليه شاليه، أجنبي أجنبي، مصري مصري. ولا لوة، بقول لك إيه؟ شايف العومة اللي هناك اللي مع الواد دي؟ روح بسرعة قلبها منه يلا. ماشي، وأنت بقى يا عم الفقير، إدرك في الخطة دي، هتعمل إيه يعني؟ هقول لك أنا هعمل إيه؟ شايف العوامة التانية اللي مع الوادي اللي هناك ده، العوامة الخضراء، فين ده؟ تمام، هتعمل ايه يعني؟ هروح انا بقى اقلبها منك، علشان انت يكون معاك عوامة وانا معايا عوامة، ماشي؟ يا ابن اللعيبة على دي دماغ، دماغك دي دماغ شياطين، ماشي يلا بينا. لو سمحت، هو الشاليهات بتاع الجماعة الأجانب فين؟ What you want from them, banana grandpa? ها؟ These things are just from the tenders, not for your age. إيه؟ Really? That is the first time I see it in my life in ever. أنت بتقولي إيه؟ Go now from here, I don't need a headache. آه تمام، يعني أفضل ماشي كده طوال. تمام خلاص، انا عرفت تمام، ماشي تمام. بص بقى يا لؤ، الشاليه اللي هناك ده انت اللي هتسرقه، والشاليه اللي جوه انا اللي هسرقه، ماشي؟ ماشي، على بركة الله، يلا بينا. بقول لك ايه يا علاء، البتاع اللي انا دخلته ده في ميكروويف وفي مروحه، اجيب اني واحده فيهم؟ هات الاثنين.
ايه يا ابن الحرامية. ماشي 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 يلا سلام سلام. اشتري مني كرة بخمسة دولار، اشتري مني كرة بخمسة دولار يا بلاش يا بلاش. ابو الصحاب بيضحي وبيبيع الكرة بخمسة دولار وبأرخص اسعار. قرب 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 ابو الصحاب. الله يخرب بيتك اللي انت بتعمله هنا ده حيوان. بقلب رزق يا حجوم زي ما انت عارف. ليه دي البطالة نكسب؟ تروح تقلب رزقك هنا في المصيف في الساعة تقلب رزقك وتبيع الكرة ب 50 جنيه تبيعها ب 250 جنيه مفتري. عادي بقى يا حجوج احنا في الساحل ومصيف واجانب وعادي بقى ماشي الدنيا. ماشي بس عشان تكون عارف هنقسم بالنص 50-50 ولو رفضت مش هخليك تشوف الشمس هبلغ عليك على طول. لو على ايه بالنص يا حجوج انا موافق مفيش مشكله. تمام كده تعجبني احبك وانت دماغك شغاله. بقول لك ايه، لا هو ولاد علي ولاد لو ما شفتهمش. لا الصراحه دول ما شفتهمش يا حكوك. بس غيره على فين؟ هتلاقيهم يا اما في البسين يا اما على البحر يا اما بيلفوا هنا ولا هنا. طب ماشي ماشي انا هدور انا عليهم بمعرفتي. كمل كمل. لواء ولا علاء البغاوة فين دول؟ ايوه احنا انت ما قلتليش دلوقتي الواحده من البتاعه دول هتعمل كام؟ هتعمل لها حوالي كده يالا مثلا يعني فرنش ال 12000 جنيه. بجد الواحده من دي عامله 12000؟ لا انت هنسرق واحده. ايه احنا مش هنسرق واحده، احنا كده هنسرق اتنين. يلا بينا. غشيم الواد لو ده حرامي محترف. يلا يا علاء يلا شيل قصادي. يلا يلا زي ما بقول لك كده عليات الشلايات اتسرقت والناس كلها اشتكت. اكيد دي مقصوده، احنا لازم نتحرك اسرع منيهم ونمسكوهم فجر باك. كلام مظبوط. اقل من ساعه سعادتك والعيال دي هتكون قدام حضرتك. اللي يحصل دي مهزله مش هسكت على الكلام دي. اقدر باسيت حمودا قولي لي يا سينه ليه الشيطان وزي وبتتفك عضلي بالكلمتين. حول الله يا رب. مالك يا حاج انت محتاج حاجة؟ محتاج. محتاج ايه؟ محتاج نسوان. نسوان؟ يا راجل افتش على سنك يا جدع. روح انت عايز حاجة؟ انت عار ولا لوقة؟ شايف الشنطة اللي هناك ديت؟ الشنطة اللي انت شايفها ديت بتاعت واحد مليونير، يعني ما فيهاش مليون ولا اتنين ولا تلاتة مليون، لا دي مليانة قد كده. سهلة دي مفيش اسهل منها. ايه ده خد هنا يا حرام الله يخرب بيتك. الشنطة فيها جهاز انذار. بجد دي الشنطة دي سرقتها هتكون صعبة قوي. طب احنا هنعمل ايه كده؟ اتفرج وتعلم من المعلم. استنى يا شباب. Thank you.
اي حاجه من الساحل. اي حاجه من الساحل ايه؟ احنا مش عايزين اي حاجه من الدنيا كلها، احنا خلاص بقينا مليونيرات. اهلا بحرمة الساحر، حرمة الشلهات.